رمضان جانا وفرحنا بيه. بعد كل سنة بنسمع الأغنية دي، بنبتدي ريحة الخشاف والحاجات الجميلة بتاعت رمضان، والراجل بتاع القطايف والراجل بتاع الكنافة والحاجات الجميلة دي كلها. ايه يا عم محمد، ايه شاذلي اللي انت بتقوله ده؟ انت داخل علينا كده شوقتنا ان احنا ننزل نشتري الحاجات، واحنا بنقول خف الزحمة. لا، خف الزحمة قبل ما تفرح بالحاجات اللي انت بتجيبها، لازم تبقى فرحان من جواك. عشان نتكلم في الموضوع ده كان لازم نجيب لكم حد متخصص فيه، حد عارف ازاي يوصل بينا للمرحلة دي كويس قوي. معانا النهاردة ضيفتنا دكتورة عبير أحمد شبل. ازيك يا دكتورة عبير، ازي حضرتك؟ عاملة عامل ايه؟ ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب الأخبار؟ والساده المشاهدين طيبين. اعياد ورمضان، شم النسيم وعادات بس احنا في كورونا. متعودين عليها في كورونا. هو احنا ممكن نفرح في كورونا؟ احنا ممكن نفرح في كورونا. بص حضرتك، انت ممكن يكون في قدامي دلوقتي كوبايه ميه، كوبايه الميه دي فيها جزء قد كده ميه والباقي فاضي، فيكون عندي شخصين. واحد يقول ايه ده، البقه دي مش هتعملي حاجه على فكره، انا ميت من العطش. بالظبط. واحد تاني يقول اهي تصبيره، لا برضو هترويني. هو اختيارك، انت عايز تعيش سعيد وتفرح ولو باقل القليل، ولا انت يا الكمال والمثاليه والدنيا كلها تبقى متظبطه ومية مية يا بلاش. فاه ليه ما نفرحش في زمن الكورونا؟ نفرح ونبتهج والله على اعيادنا وشم النسيم. احنا مش هنقدر ان احنا طبعا لا ننزل ولا نخرج ولا نتفسح زي كل سنه، بس احنا نقدر نعمل حاجات بسيطه وصغيره هتساعدنا وهتبهجنا جدا 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 جدا. اقول لك على سواء مفاجاه، في اتفضل. جامعه في اليابان عملت حفله التخرج بتاعها تقريبا امبارح او بالظبط. اول عن اونلاين، طريق الروبوت، عن طريق الروبوت. وركبوا واونلاين شاشتين. يعني احنا والشباب ممكن، مش شرط ان احنا نلتقي فيس تو فيس، خالص. ممكن عن طريق الاونلاين. بالظبط. في حاجه كمان ممكن نعملها قوي انا وحضرتك وملايين المشاهدين، بنطلع رحلات وطول الوقت تيك 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 تيك، بالموبايل صور 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 بنهتم صور صور، بالتوثيق فعلا. واحنا بنرجع من الرحله تقريبا الصور دي كلها ما اتفتحش، يعني يا دوبك مره اتنين وخلصت. طب ما تيجوا نفتح صورنا القديمه ونجمع اصحابنا القدام اللي كانوا معانا في الصور، ونبدا نعمل على اغاني حلوه فيديوهات جميله، نفرح ببهجه العيد ونفرح بدخله رمضان، ونستمتع بالحاجات الصغيره اللي كنا بنقول الدنيا واخدانا وبتجري، احنا طول النهار في ماراثون، مفيش حاجه بتكفي، الوقت ما بيكفيش، مش قادرين نستمتع، مش قادرين نقعد مع بعض، مش قادرين نتكلم مع بعض، مش قادرين نسمع بعض. طب يا جماعه خلاص الوقت اهو فاضي ومتاح، ما تيجوا نتفرج. الله، ذكرياتنا القديمه. ليه حضرتك ما تقعدش مع اسرتك وتتكلم الوالد كان بيكلمكم في ايه، الوالده كانت الاعياد بتعملها ازاي؟ الحاجات الجميله دي انت هتلاقيها بتدخل بهجه وترجعنا لزمن جميل. الله، احنا طول الوقت بنقول زمان زمان، طب ما احنا نقدر هون نعيش زمان، وفرصه بنتلم كلنا على سفره واحده من غير رمضان. انت بتستنى رمضان من السنه للسنه عشان تتجمع مع اسرتك على السفره. الله، ده احنا كل يوم بنتجمع مع بعض على السفره. ربنا سبحانه وتعالى جوه كل من محنه في منحه، بس الشطاره ان انا ادور عليها وبص. طب ازاي انتي، ناس كتير بتقولي انتي عايزانا نفرح ومفيش مساجد؟ هو انتي عايزانا نفرح ومفيش كنايس؟ من كان يعبد محمد فان محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. لو انا ديني مسجد وكنيسه، هو ده الدين؟ لا، انا معاملة ديني ربنا، والمعاملة. ديني معاملتي. طب ربنا موجود في البيت وفي الجامع وفي الكنيسه وفي المصنع، لازم تبقى امين وانت بتشتغل، وفي الشركه وفي البورصه، وفي ما ربنا موجود في كل حته. ونعم ربنا بالله، موجود في كل حته. ونعم بالله. الناس اللي زعلانه ولا واحنا هنجمع جيراننا على اسطح المساجد البيوت ليه يا جماعه؟ ده ربنا اديك فرصه تحيي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يكون حريص عليك، وعشان ده ما يفرضش فرض عليك، يصليها في بيته فترة البعثة كلها إلا 3 مرات أو مرتين، وإنت مش خايف على حياتك وعلى روحك، وبرضه مصر إنك تجمع الناس وتعمل، لمصلحة مين؟ لمصلحة مين ده بيحصل؟ بيقول لك وليه؟ البركة قلت يعني، ف خالص خالص البركة بس قلت. لا، رحمة ربنا. رحمة ربنا ده إنت جاي لك مع بداية رمضان فتح باب رحمات رحمات رحمات، انت رحمات دي بتتصب بصب كده علينا، احنا بس نعيها ونشوفها.
ربنا عايزك، انا بصلي لوحدي وزوجي بيصلي لوحده، طب ما يلا صلوا سوا عشان يكون في ألفة في البيت اكتر، عشان يكون في دفء اجتماعي اكتر، فترة تواجدنا اكتر، نستمتع. انا واحدة من الناس كنت بصلي وعشر دقايق بعد الفطار والخناقة تشتغل. يا بنتي انت هتنزلي ولسه مفيش بني ادم في الشارع عشان الحق المسجد؟ طب خلاص السنة دي الحمد لله مش هيبقى فيه خناقة، يلا اقعدي افطري براحتك مع اسرتك وصلي براحتك معاهم. لو انت ومامتك صلوا جماعة، لو حضرتك وزوجتك واولادك صلوا جماعة، خلوا ولادكم يا جماعة يطلعوا ويتقدموا ويقموا في الصفوف وفرحوا بيهم وسعدوا بيهم. ما كل دي حاجات كده كويس تفرحنا، ما كل دي حاجات تساعدنا، ما كل دي حاجات تبسطنا. هتقولي طيب ما هو دكتور احنا ما بنتجمعش دلوقتي ومش هنفطر سوا. هقول لك مين قالك؟ انا شخصيا هفطر كل يوم مع اهلي. هتقولي ازاي مش في حظر؟ هقول لك بالرغم من الحظر. انا هعمل ايه بقى؟ ازاي؟ انا هجيب الموبايل بتاعي والموبايل هيكون لي مسند صغنن زي ده، هحطه بزاويه معينه على شكل معين وابدا. الحمد لله ان احنا فعلا الفكره دي شفتها كان بيطبقها فعلا ناس مغتربين كتير. احنا طول النهار سوشيال ميديا صح، التكنولوجيا في ايدينا يا جماعه. يلا بينا هنفتح الكام وهنصور فيديوهات وهنجتمع، عندك السكايب، عندك الواتس، عندك الماسنجر، افتحوا فيديوهات وابداوا اقعدوا مع بعض كعيله افطروا سوا. هتقولي اصلي مش هبقى جاهز ومش هبقى، يا جماعه دي عيلتنا ان شاء الله يا رب بالبيجامه، ان شاء الله يا رب بالاسدال، عيلتنا مش حد غريب. اكيد. هتقولي طب واصحابي اعمل فيهم ايه؟ مفرحش معاهم؟ لا صح، يبقى احنا كده مفرحش معاهم؟ استفدنا ان احنا ازاي، انا عرفت كده منك ان احنا كده ممكن نعيش فعلا اجواء، هنعيش اجواءنا، هنعيد على بعض. تمام. من خلال ان احنا هنبدا نفتح الصور القديمه ونبدا نعمل فيديوهات نبعتها لبعض نعيد على بعض، هنفطر مع اهالينا ان احنا هنفتح الكام وقت الفطار ونقعد مع بعض، وكمان هنخرج مع اصحابنا. نخرج بقى مع اصحابنا ازاي؟ احنا فطرنا مع اهالينا وصلينا العشاء والتراويح بتاعتنا، يلا بينا هنلبس ونتشيك ونبقى على سنجة عشرة ومعانا فنجان القهوه بالحلويات الشرقيه بتاعتنا. جميل. هنعمل نفس الحكايه مع اصحابنا، فكرة هنخرج مع بعض مع اصحابنا. وفاكر الرحله الفلانيه؟ طب فاكر المؤتمر الفلاني؟ طب فاكر مش عارف ايه؟ هنبدا ان احنا نعيش مع بعض اجواء ونحس بطعم الحاجه كانها لسه دلوقتي حالا بتحصل. رساله اخيره توجهها للساده المشاهدين؟ عايزه اقول يا جماعه افرحوا، ابتهجوا. احنا ممكن نكون ما بننزلش، ممكن نكون ما بنتحركش، ممكن نكون محكمين قوي قوي، بس الحمد لله بالرغم من ان طبعا يعز علينا كل الناس اللي بتتصاب وبتعز علينا كل الناس اللي ربنا بيختارهم شهداء، ولكن الحمد لله احنا في دايرة اسرنا احنا مطمنين على بعض. الحمد لله. الحمد لله بلدنا قادرة تواجه، الحمد لله فهم. عندنا جيش ابيض قادر يصمد، الحمد لله اهالينا بخير، الحمد لله اخواتنا واولادنا واصحابنا بخير. نبص لنص الكوبايه المليان ارجوكم علشان ما نطلعش من الازمه دي. عندنا مشاكل نفسيه وعندنا مشاكل اسريه وعندنا احباطات كتير وعندنا ضغوط نفسيه كتير تدخلنا في مشاكل احنا في غنى عنها. وكل سنه وانتم طيبين طبعا. طبعا بعد الرساله الجميله دي انا بقى من مكاني من هنا احب اوجه لحضرتك والساده الضيوف النهارده جزيل الشكر، اسعدتوني انا فعلا الحلقه النهارده، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه احب اشكر كل من الناس اللي واقفه ورا الكاميرا، سواء معانا هنا جوه الاستوديو او الناس اللي معانا في الكنترول. احب اشكر الاستاذ مخرج البرنامج والساده الزملاء في البرامج النهارده كلهم موجودين، وشكرا لاداره القناه للسماح لينا ان احنا ناخد الوقت الجميل ده ان احنا نكون سوا مع بعض. اسمحوا لنا كده، معانا طبعا حضرتك ومعانا الساده الضيوف، نتجمع كده تجميع حلو. اتفضلوا معانا. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. انا المايك. تعالوا اتفضلوا. متعلق في ال في ال ممكن حد شباب طب يجي شلنا من الشباب، احنا كلنا خلاص بنخلص اسره واحده. دكتور رمضان كريم،
حبينا النهارده ان احنا هنبقى معاكم بشكل مبهج اكتر، حبينا ان احنا نقدم لكم هديه جميله من اداره البرنامج. شكرا ليكي يا دكتوره. ميرسي لذوق حضرتك. ميرسي لذوقك دكتوره ايه. شكرا لحضرتك، نورتونا النهارده وشرفتونا النهارده. عارفين جايبين لكم هديه بقى بمناسبه رمضان وبمناسبه الاجواء الجميله دي، فانوس رمضان. ميرسي اهدا من هديه المره دي مختلفه شويه. بشكركم طبعا نيابه عن الساده المشاهدين ونيابه عن اداره البرنامج واداره القناه. النهارده كنتوا معانا منورينا، انا سعيد بوجودكم معانا النهارده. هناخد صور كتير هنا، وانتوا كمان ابعتوا لنا صوركم مع الشاشات زي كل مره ما بتبعتوها لنا، سكريناتكم الجميله، ارائكم الجميله. مستنيينكم في حلقه جديده من اسعد قلبك مع الشاذلي. يلا بينا اسعد قلبك مع الشاذلي. نورتونا.